والله اني ابغى تموت. الطريق في اول فخ او الثاني او الثالث، ما ادري نسيت الطريق. افتح جوجل ماب. رمضان يا حبيب رمضان. السلام عليكم، ليجيكم مقطع جديد اليوم. جايكم مقطع اليوم يا دحوم. يا هلا دحوم. ايوه زومبي بلاك ابس 1 يعني؟ لا خربتها بعدك. لا خربتها. اليوم جايبكم ماب باركور رمضان. قبل ما نبدا المقطع، شكرا لكل واحد انتسب. باذن الله في اخر مقطع بيطلع لكم اسماء المنتسبين على اخر فيديتين تقريبا. كل نهايه مقطع اقول اني بحط اسماء منتسبين، فجاه يطلع 20 ثانيه 30 ثانيه، احس اني بطول وانا احط اسماء كل المنتسبين. فباختصرها بحط على فئتين. حاليا انا ضايف فئه اللي هي فئه 200 ريال. فاذا ما تعرف الانتساب شوف المقطع الحين اللي بحطه، واذا ما تبغى تتابع في الدقيقه اللي حاطها لك قدم لها وخلاص، راح تشوف الماب بدون اي مقطع شرح للانتساب. انا حاط حاليا 5 رتب وفيه كينج اوف سبورترز، هذا شيء اضفت جديد. كينج اوف سبورترز راح يكون سعره 200 ريال، لكن اكيد راح يكون له مزايا خاصه. قبل ما تنتسب باي فئه، اهم شيء تسويه انك تفعل زر التنبيهات على القناه، لاني راح اكتب في المنتدى الخاص بالمنتسبين اشياء. مثلا ابغى اصور مقطع معكم، راح يكون في جيف اوي مثلا لكم خاص، في اشياء مره كثير. كل اللي ابغاه منك اذا بتسوي اي فئه من الانتساب، شكرا لك. طبعا كل فئه عن فئه راح تفرق بمزايا، اذا جيت تنتسب راح يطلع لك المزايا الخاصه بالفئه اللي اخذتها. شكرا لكل الداعمين، شكرا شكرا شكرا، الله يسعدكم زي ما تسعدوني. لا تنسون تفعلون زر التنبيهات وتنتبهون للمنتدى والكلام اللي اكتبه فيه. شكرا لكم جميعا. اول ما بدينا في الماب، الشخص هذا كلمني قال لي عندي ماب باركور يا ريت تلعبه زي كذا. فانا داعم للعرب الحمد لله، يعني مابات الاخيره اغلبها مابات عربيه، فشكرا لكل المصممين العرب. حبيت هذا الشيء ان كل العرب بدوا صاروا يتسابقون على ماب، سووا ماب. وهذا ثالث ماب للرمضان، ماب مسمى رمضاني. انا ما ادري ليش حاط كود الايتم شوب حق كذا وحساباته كل مكان. الو خلاص تعبنا اصلا. طيب. ما شفت شيء، شوف قدام بعد. رمضان كريم، كل عام وانت بخير. انت بتناظر يمين اذا كنت صايم. اوه مشروب يعني. اي مشروب، فهمت؟ كود حبيبي. خلاص ما بالكود هذا ولا ايش؟ والله جد. طيب الكراوند بعد حاطه. لا مو بكذا يا طحت. استفدت ايه؟ والله يا عيال مو بكذا. انا اشغل العالم كود دراش شوب، بس ما اشغلهم كذا يا اخي. لو مخرت انا سلام. لا احد ينسى كود دراش شوب بيس الشمال. هذا اللي قبل كان استهبال ترى، اعرف اسويها انا. لا ما احتاج هنا من تحت. اوه بطيح. اسمع انا احس في غدره. اصبر قاعد تشوف فينا في شوك. انزل. اوكي. الشوك ذا خرشني، قلت بس في فخ هنا. اوكي حتى انا انخرشت. اوكي اللي بعد اللي الثاني. اوكي. والله قريب مره ذا. يا ساتر. اي والله قريب. يا ساتر. وش تلاقي اللي صار؟ لا يلحق. لا مو بوقتك. والله فكره حلوه ترى الباركور هذا، مع ان التصميم ككل عادي، بس يعني اللون اول جلدك. اوكي اول جلدك، بس شوف فوق هناك. لا خلاص انت تروح من طريقك انا بروح من طريقي. اوكي من بعد وش تقابلنا الحين في النص في تشيك بوينت ولا ايش؟ اي والله تشيك بوينت اخذتها. ما خذيتها انا. ما اتعامل على طول كذا. انا ما اتعامل على طول. كمل خال. والله تعبنا. كود الايتم شوب حقه حطوه، لا تحطون حق. لا حطوا حقي يعني، بس حطوا حقه بعد عشان ما يجينا في الليفل الجاي. الله بيجيك. او كذا هنا. وين من وين لك؟ هذا سكيب ولا ايش؟ انت اصبر، ما في غير ذا الطريق. لا في طريقين. لا في فوق. شوف انت رحت هناك؟ فوق مره. انا رحت عكس. اي في فوق وفي هنا. اوكي وصلت. اللي ورا وش كان فيه؟ اوه هنا في بعد. اللي ورا سكيب اصلا. اوكي هنا يقول راحة. حلو. اوكي والله ما في راحة في كود جاي في شب بس. ثلاث مرات صح؟ ايه. الله وصلت مرحلة خامسة. دروبر شيك. اصبر. طيب شلون اشوف؟ في كنا سهل. بونسة مرة. ايزي. اوه لازم انط هنا. حلو. مرحلة السادسة. هلا ابي الهليكوبتر. وات؟ والله قلت بس بطيح. والله يعني. وش النطة اللي نطيتها انا؟ هذا شلون انطيتها؟ ذيلي دف ترى. ذيلي دف. اوكي. حلو. حلو. ايزي يا رجال. المرحلة السابعة. اوكي. ناظر اللي انا ناظر. تعبنا. دف تحت. اوكي. حلو.
شلون رحت؟ امشي عادي يا اخي، مفروض شكوانت هنا، واحده هنا واحده هنا. اكد المطلوب انك ترجع لورا شوي، فتهم زين. اوكي لا والله لازم انزل وذا اللي بعده. يا الله ليش لفتي كذا؟ هدي هدي هنا اللي بعده هنا صح؟ الزاوية ايه عادية بس بعدين اوه هنا عليها. اوه خيرا وش ذا طلع منك شيء احمر. اوكي مرحلة ثانية لا بدك هذي انا بس بتفرج. يا اخ والله والله اني ابغى اموت. الطريق في اول فخ او الثاني او الثالث ما ادري نسيت الطريق. افتح جوجل ماب. يا الله الله مصبرك يا روح. اتوقع انا هنا. لا المشكله حط كود الشب انا وخر 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 سلم. ما يشتغل على اليمين. في في وراء طريق ترى في وراء طريق. روح ادخل. ما يمديك. عمو الضيقة. انت على اوه ما يشتغل ذا فخ اصلا على اليمين. عرفنا انه اول فخ او ثاني فخ او ثالث فخ لازم تجربهم كلهم. ما في شيء للحين. 2000 years later. في زر ورا اللوحة اللي عند الفخ. قول في زر ورا اللوحة اللي عند الفخ. وين الزر؟ اها اخر شيء. يب الله استهبال. ما هي صراحة. بس اوكي والله مستحيل والله مستحيل. انا رحت ورا الفخ ما انتبهت. انا رحت مرتين ورا الفخ ورا اللوحة دي. اصلا في حركة في حركة كذا. اعرفها بس انه يسكر راسك جدار. طريق تحت عادي عادي عادي. والله شكرا دحوم والله بالعافيه. راح راح كمل كمل. انا حاسس ان اخشي بيقول لك طيح واحده من ذولي ذولي. ها تخيل والله طولها وهي قصيره نفس الفخاخ اللي قبل شوي بس اللهم انه اطول. يلا 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 شغلت كل شيء اتوقع. بغيت انك بغيت انك. اوكي شغلت مرحله 10 اوكي والله حلوه حركه الباركور هذه. استنى اصبر. طيب حلو حلوه بس ما طيحني. ما طيحته قلت لك اصبر. اي احتني سقعت فيك. انا الحين كيف الحال؟ قبل ما تروح الكفر ركز. وين انا رايح اصلا ما ادري. ما ادري وين رايح والله. بيرقيك فوق. وين الكفر بعدين وين؟ هناك هناك. اوكي رقيت. حلو اضغط. الحمد لله مرحله. الحمد لله مرحله جديده. حسيت فيها غدا. 11 هذا الازرق فوق. اوكي باقي نذبحون. اوه الازرق بعدين الازرق. فهمت خلاص كود خلاص تعبنا. شلون نشوف انا اخي اقسم بالله انا اللي خامس. قلت وش ذا الاحمر اللي بعده. الحمد لله. شوف افخاخ افخاخ. الله بدخل انا مش تليفون. انا بدخل بالافخاخ يمكن يطلع في طريق شيء. طيب خلينا نتفق اتفاق. اللي يوصل اول يقول لنا ايش مكتوب هناك. يا حبيبي يا حبيبي هل ممكن ترجع تسوي كل شيء مره ثانيه؟ والله هذا الشكل اللي. اخر شيء في خشب طب الخشب الزبده. وصلت الاحجار السوداء طب الخشب بعدين تفهم انت وصلت هناك. بعد الاحجار السوداء الخشب. ها وش الباركور خشب. ركز الخشب سنقعد في كل شيء ساعه اقول لك الخشب. طيب انا طبيت الخشب بالضبط. شفتك سقعت في اللي فوق. انا سقعت انا ما اقول لك اني سقعت. اوكي بغيت اطيح. وش الجي جي وش الجي جي. نسيت انه في فخ فوق. نسيت يا الله هذه حقت الجي جي لا تشوفها دحوم. تعال تعال بس. يا شباب اللي تصورون مع بعض تكفون ركزوا تكفون ركزوا. اتوقع انه جي جي بالكود. تعال تعال انت بس تعال تعال وشوف تمتع. طيب كيف كيف اشوف الجي جي؟ اشرح لي انا ابيك تشرح لي. لازم تروح من ورا عشان تشوف تشوفها. اصبر تشوفها 6 66 جي جي يعني بعد. والله هذا تسوي ماب كود الشوب. والله شكلي بسوي ماب زي كذا. بيسل 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 اطلع اطلع طم الضيق عيوني انعمت.
ما مازال قمط اليوم اذا بتسوون ما بقى تحت حطوا كود شوب حقكم في كل مكان يعني حطوا بس مو كذا عاد شكرا دحوم وكود ما بتحت بالدسكريبشن اللي يبغى يلعبها شكرا لكم جميعا نراكم على خير سلام سلام